الهدف 50 والنهائي 55. امبارح الاهلي بفوزه على انبي 3-0 وصل للنهائي 50 او 55 في تاريخ مشاركاته في كاس مصر البطوله الاقدم. لكن نجمنا علي معلول النجم التونسي اللي على راس قائمه نسور قرطاج في هذه المرحله سجل الهدف 50 اللي استهل بيه ثلاثيه الاهلي امبارح، عشان ياكد علي معلول يا استاذ محمود انه مدافع هداف ولاعب تقيل قوي. لا طبعا علي معلول انت تشوفه يعني عمل حاجه يمكن احنا شفناها مع كابتن ربيع ياسين في فتره من فترات لما بدا تحول من مدافع لمهاجم، حتى انه فايتسا في فتره من فترات عرف يحل المشكله ما بين ربيع ياسين واحمد رمزي، لاعب الاثنين مع بعض. ايوه يعني ايه واستفاد منهم وعمل معاهم، وكانت الناس كلها متفاجئه اتغير الطريقه وعمل حاجه كده. انت لما تيجي على علي معلول تقف بحجم الاداء بتاعه والتطور مستواه المذهل من 2017 لغايه دلوقتي يخليك تحتار الاهلي دلوقتي بعد ما وصل للسن ده عاوز تجيب حد، بتدور على بديل عشان الظروف والامور اللي انت شايفها حواليه ما عندكش وصعب تلاقي حد قريب من كده. لا مش لو هتقيس على علي لا على هتقيس علي، لكن ايه برضه الراجل يعني كولر عنده فكر فاختار لسه، ومن المرات القليله يا محمود اللي تبقى عايز بديل عشان يستمر. طبعا يعني علي بالظبط عشان علي خلاص. لا 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 يعني الحسبه الفنيه انه عشان تفضل محافظ الوقود بتاعه يستمر. من حب من حب الناس وارتباطها، وانه علي الجانب الهجومي عنده مميز جدا. الناس تقول لك لا ده احنا ما عندناش مشكله في الشمال، احنا عندنا ممكن نخلي علي يطير في الشمال ونلعب تحتيه. هو اساسا على فكره بيلعب فوق مش تحت، هو بيلعب كده لان هم كانوا بيلعبوا 4-4 بيلعب. فعاوز اقول انه من الاجانب اللي اثروا وارتبطوا مش عاوز اقول يعني مش حابب كلمه هو من يعني مش عاوز اقول كلمه اجنبي، هو اجنبي في الاحتراف، لكن هو من اللعيبه التوانسه المؤثرين جدا اللي تركوا بصمه، وارتباطه بالاهلي زي ما تقول ايه زي العلاقه ما بين ايه، شوف الفرق مثلا انيس ابو جلبان لعب سنتين معانا في الاهلي، شوف الارتباط والعلاقه والبتاع والدخل ازاي في تواصل. علي معلول اعتقد هيبقى بالنسبه له لازم الراجل ده يبقى مستقبلا يبقى كادر من كوادر الاهلي، لازم يعني حتى بعد المرحله دي لازم يكون محطوط وبتحط في ليفل مهم جدا. لعيب مميز جدا، عمل رقم يعني من الهدافين من المدافعين اللي يبقى هداف بهذا الشكل يخليك تعيد تفكيرك في 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 طريقه اللعب، خليك تعيد تفكيرك في الاداء الفريق في اللعيبه في عناصرك، في انه انت ممكن المهاجمين المدافعين يبقوا حل ليك، بدليل انك انت رجعت في الجزئيه دي كمان في وجود اكتشاف بسم الله ما شاء الله محمد عبد المنعم بيخليك برضو ايه بيديك برضو حاجه مختلفه، التطور الهدوء النصايح بيسمع الاخطاء اللي قلت الناس شايفاه بسم الله ما شاء الله وربنا يحميه. يعني انا ما بحبش التوني العالي ده لسه فوق الموسم لسه ما رحناش للدوري الافريقي ولا دوري ابطال افريقيا، لكن بسم الله ما شاء الله اداء مستوى عالي معلول علامه مميزه في النادي الاهلي وعلامه مميزه في دفاع النادي الاهلي وعلامه مميزه في هجوم النادي الاهلي. اتمنى له التوفيق واعتقد انه الموسم ده هيبقى موسم مهم جدا بالنسبه له ومهم جدا للنادي الاهلي، اتمنى له التوفيق ان شاء الله، وال50 يبقوا 100 باذن الله تعالى.